لم يخرج شات جي بي تي من بقعة الضوء منذ ظهوره، فالتطور السريع جدا في الخدمات التي يقدمها جعلته يتصدر المشهد بقوة، ورفعت أيضا مخاوف الأفراد حول الوظائف التي قد يهددها مع هذا التطور. لذلك سألت شات جي بي تي إذا ما كان سيهدد وظائف البشر، فقال: كأداة ذكاء اصطناعي لغوية ليس لدي الإمكانية للتأثير المباشر على وظائف الناس، لكن التطبيق واسع النطاق للذكاء الاصطناعي وتقنيات الأتمتة في صناعات وقطاعات مختلفة سيكون له أثر محتمل على وظائف ومهام محددة. وفي الوقت الذي ستتحول فيه بعض الوظائف للأتمتة ستظهر وظائف أخرى جديدة نتيجة لهذا التقدم التقني. إن أثر تطبيق الذكاء الاصطناعي على الوظائف سيكون أمراً معقداً، واحتسابه بدقة سيكون صعباً، لكن من المهم جداً أن الأفراد والمؤسسات يجب أن يكونوا مطلعين دائماً على التطور الذي سيطال الوظائف عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي. لكن يبدو أن الأمر أكبر من شات جي بي تي نفسه، ففي تقرير لجولدمان ساكس أظهر أن أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي والتي يمكن إنشاء محتوى منها لا يمكن تمييزه عن الإنتاج البشري يمكن أن يؤدي إلى طفرة إنتاجية من شأنها أن تؤثر على ما يعادل 300 مليون عامل بدوام كامل في الاقتصادات الكبيرة وتحول وظائفهم للأتمتة، أغلبهم من الموظفين الإداريين والمحامين. كما أن صحيفة Financial Times قدرت في دراسة أن ما يقرب من ثلثي الوظائف في الولايات المتحدة وأوروبا معرضة لدرجة معينة من أتمتة الذكاء الاصطناعي. لكن لو عدنا لدراسة جولدمان ساكس فإن الطفرة الإنتاجية التي ستحدث من تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي ستؤدي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي بنسبة 7% على مدى فترة 10 سنوات، وهو أمر فرض واقعا جديدا على الموظفين. فبعض الخبراء أكدوا أن تعلم الأفراد واحترافهم للتعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي أصبح ضرورة ملحة، بل أنها ستؤدي لرفع احتمالية توظيف هذا الموظف أكثر من دونه لو ضمن هذه الخبرة في السيرة الذاتية له عند التقدم لأي وظيفة. فهل سنشهد في المستقبل القريب وظائف تطلب خبرة في التعامل مع شات جي بي تي أو غيرهم من أنظمة الذكاء الاصطناعي كشرط أساسي لها؟ لمناقشة أثر هذه الأزمة على الأفراد ينضم إلينا من دبي الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني. سيد أيمن، أهلا وسهلا بك معنا. دراسة جولدمان ساكس التي توقعت أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكنها إنشاء محتوى لا يمكن تمييزه عن الإنتاج البشري ستتعرض لما يعادل 300 مليون عامل بدوام كامل عبر الاقتصادات الكبيرة للأتمتة. هل هذا الرقم واقعي وهل نحن قريبون من مشاهدة ذلك؟ في عدد كبير من الأشخاص لح يتأثروا وظائفهم بهذه التكنولوجيا اللي عم تتغير وتتحسن كل يوم، ونحن عم نشوف نحن بوادر لها. يعني اليوم نحن بعد هلأ أول شيء عم ندوقها وعم نلمسها، بس عم نحكي بعد 3 سنين 5 سنين 7 سنين يعني كتقنية تتطور أحسن وتصير أفضل، ونحن كمؤسسات حنتعلم أكثر استعمال هذه التقنية الجديدة، وحنصير نفكر إن إحنا منعوز يعني أشخاص أو لا فينا نستعمل هذه التقنية لهلا، فأكيد في تأثير كتير كبير لقدام. هناك دائما محاولة لإيجاد توازن بين المحافظة على الوظائف وتحقيق أرباح ونمو مستدام من أتمتة هذه الوظائف، أيهما برأيك سينتصر؟ الموظف أكثر شيء هو رح يكون مؤثر، لأنه الموظف مضطر بوظيفته وبشغله دائماً إنه يحسن حاله، لأنه إذا ما حسن حاله يعني حيكون في تقنيات أفضل، وحيكون في يعني إذا مش التقنية أخذت مكانه في شخص حيجي ويستعمل هالتقنية. فالموظف الموجود اليوم لازم دائماً يشوف أنا كيف في هاي التقنيات الجديدة قادر استعملها لأكون أنا أفضل وأحسن بشغلي، لا يقدر يضل يعني يحافظ على شغله ويلاقي شغل أحسن، وإلا يعني 5 سنين 7 سنين يعني هي كوظيفته حتتأثر كتير. وما هي الوظائف برأيك المهددة بذلك؟ يلي بيكتب كتير مؤثر بشغله، يلي بيحلل كتير مؤثر شغله، حتى الشخص اللي بيرسم قبل هلأ الشخص اللي بيرسم لازم هو يكون عنده فترة معينة بالرسم، حتى هلأ التقنية عم تقدر شوية تلعب دور بالرسم أكبر، يعني ففي خوف على كتير ناس. بعض الخبراء أشاروا إلى أهمية احتراف الأفراد للتعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي لتسهيل الحصول على وظيفة، هل تؤيد هذا الموضوع وما الأسباب؟
من قبل الكمبيوتر كان في اشخاص شغلتها تحسب مثل الكمبيوتر على الورقه والقلم، وكان الشخص اسمه كمبيوتر، يعني هو اسم الكمبيوتر المستعمل نحن اليوم اجى من اسم وظيفه شخص كمبيوتر كان قبل. فهالاشخاص اللي بعدها كان على ورقه وقاره وقلم هي عم تعمل حساباتها، في قسم منهم ما تعلم يستعمل التقنيات الجديده فخسر وظيفته. الناس يلي تعلمت تستعمل الكمبيوتر، ادخال المعلومات على الكمبيوتر، اخذوا وظائف جديده واحسن. فمثل ما تفضلتي حضرتك، لازم نحن كاشخاص نتعلم كيف نستعمل هذه التقنيات الجديده لنقدر نوازي التحديات اللي عم تكون عنا اياها اليوم ولقدام. وهل نحن برايك قريبين من ظهور وظائف تطلب حصرا خبره في التعامل مع هذه الانظمه؟ من اليوم الاشخاص اللي بعرفها يلي مرتاحه مع هذه التقنيات الجديده بشغلهم احسن، بيقول لي انا وضعي احسن والناس بيحكوا معي غير بالشغل وعندي وظائف احسن واهم لهلا. هل تعتقد ان التغير الذي يشهده سوق العمل يستوجب ان تبدا الجامعات العربيه في توفير شهادات متخصصه في التعامل مع انظمه الذكاء الاصطناعي؟ وهل ما يتوفر في الوقت الحالي برايك كافي؟ الجامعات حيكون عندها صعوبة معينة، لأنه من جهة بدها تحسن الطلاب بيستعملوا مع هالتقنيات، من جهة تانية بيعرفوا هن إذا الطلاب عم يستعملوا هالتقنيات الجديدة رح يكون يعني عندهم يعني كدراسة حتتغير طريقتهم. بس الجامعات أكيد رح تحسن، يكون في عندها كورسات خصوصية، يعني دراسات خصوصية لهي التقنية الجديدة، ومع الوقت رح تكون هذه موجوده بكل صفوفنا. يعني حيكون بالاول في صف خاص ليدرس الموضوع، وبعدين بيكون بصف العادي بيكون في اسبوع او اسبوعين بس ليتعلم كيف استعمال هالتقنيه الجديده باللغه الانجليزيه، باللغه العربيه، بالرياضيات وبغيرها. هل نحن مطالبون في الوقت الحالي بالتعلم تقنيات جديدة، تعلم الذكاء الاصطناعي، أخذ مهارات جديدة فيما يخص الذكاء الاصطناعي حتى نواكب ما يحدث؟ هلا في وقت، لأنه كشركات كجامعات بدهم وقت بعد ليتأقلموا. فالشخص اللي هون بيستعملها اليوم وظيفته الخاصة بيكون أريح شوي، لأنه هي كتقنية عم تعمل عنه الشغل. ففي الواحد يستعملها بلا ما يخبر حدا انه عم يستعملها وبيصير شوي احسن هو بوظيفته، ويعني بيقدر اليوم يستفيد منها اكثر، لانه بعد ما في وعي كثير كبير كامل لاستعمال هذه التقنيه، فالواحد بيقدر يستفيد من اليوم بوظيفته. أنا أشكر لك كل هذه التوضيحات وتواجدك معنا أستاذ أيمن عيتانيا، الخبير في تقنية المعلومات، شكرا جزيلا لك.